السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. مجموعة من التدابير والحيل المطبخية وكذلك المنزلية، تابع معي الفيديو حتى الاخير وفرجة ممتعة. نبداو باول تدبيرة ان شاء الله، وهي واحد السائل لمتعدد الاستعمالات. غادي نحتاجو هنا عندي واحد القرعة اللي خوات، وعندي هنا واحد منظف الأرضية. تستعملوا اي نوع باي رائحه كتفضلوا، انا كتعجبني هذه الرائحه ديال الورد. غادي نفرغوا في هذه القرعه هذه، وزدت هنايا تقريبا نصف كاس ديال الخل. هذا الخل هذا صراحه هو اللي مزيان في التنظيف، كيعطي فعاليه اللي مزيانه، نتيجه اللي زوينه. نستعملوه اكيد في تنظيف الارضيات، لان داك الخل كيعطي واحد لمعان زوين للزليج، وكذلك وتستعملوه في تنظيف الابواب الخشبيه، كيلمعهم صراحه وكينظفهم مزيان مزيان. بزاف ديال الاخوات سولوني على الخشب المصبوغ او لا اللي فيه الفيرني، باش ممكن انهم ينظفوه، فنظفوه بمنظف ديال الارضيات كيلمعو، وزائد كيخلي فيه رائحه اللي زوينه، وكينظفوا من الغبره احسن من الخلطات اللي متداولين اللي فيهم الزيت. فالزيت راه ماشي مزيان للخشب، كيجمع عليه الغبره، خصوصا الزيت البلديه اللي كيدير الزيت البلديه راه ما صالحاش للخشب. كتشوفوا فراه كيلمع الباب وكيرجعوا بحال الا جديد. كانوا عندكم هكذايا ملابس اللي اللون ديالها اسود، فمع قوه التصبين والشمس كيولي اللون ديالها باهت، ما كيبقاش داك الاسود. فالحيله هي باش ترجعوا الملابس ديالكم اللون ديالها الاصلي، وهي كتاخذوا ماء ساخن كما كتشوفوا في شي بانيو ولا سطر يكون سخون، كترقدوا فيه الملابس ديالكم وكتزيدوا عليه القهوه هذه اللي كتعصر، كتكونوا طيبتوها وكتزيدوها عليه، صافي كتخلي الملابس ديالكم منقوعين في هاد القهوه ليله كامله حتى للصباح. من بعد كتنظفوهم عادي في الغساله، فغادي تلاحظوا بانه اللون ديالهم اصبح اسود اللي قاتم، ما بقاش فيهم داك اللون الباهت. وهذا هو الشال ديالي من بعد ما تصبن عادي ونشرته، فقط ما تخليوش الملابس السوداء في الشمس بزاف، صافي راه كيولي اللون ديالو اسود وكيرجع ليه داك اللمعان اللي كيكون فيه فاش يلاه كتكونوا خديتوه كانه جديد. اكيد حتى نتوما غادي تكونوا كتعانيوا من هاد الروينه اللي كيخلقوا لنا هاد الساشيات ولا هاد الاكياس هادو، ما ترميوهم الصراحه لانهم كينفعوا بزاف. غادي نشارك معكم واحد الفكره اللي مفيده باش ننظموهم ما يبقاوش عندنا بهذا الشكل، وهي كناخذوا هاد العلبه ديال المعجون ديال تنظيف الاواني بعد ما كتكون سالات، فكناخذوها غادي ندير ليها واحد الثقب في الغطاء. ما درنا ليها واحد الثقب في الغطاء بحال هكذا، هاد الاغطيه اللي كيكونوا في مناديل مبلله احتفظوا بهم حتى هما راه كينفعوا بزاف، فغادي نثبتوا في هذا المكان هذا بهذا الشكل هذا، غادي نخليهم على جنب. بالنسبه لهاد الاكياس فغادي ناخذهم وغادي نطويهم بهذا الشكل هذا، غنديروا لهم واحد الرولو بحال هكذا. غادي ناخذ الساشي الاخر بهذه الطريقه، غادي نبقى مستمره بطريقه عشوائيه، يعني ماشي بالضروره يعني يكونوا مشدودين مزيان. بهذه الطريقه في كل ثقب بحال هكذا كندخلوا الساشي الاخر وكنروليو في هذا المكان هذا، كنجيبوا الساشي الاخر بهذه الطريقه، كنخشيو في هذا المكان
وكنبقاو مستمرين حتى كنسالو كاع الساشيات اللي عندنا. وكناخدو هاد الصطيله هادي كنوضعو فيها الساشيات بهاد الطريقه، نوضعو ليها الغطاء وكنخرجو هاد اليدين هادو من هاد الثقب اللي درنا بهاد الطريقه. صافي كنغلقو وغادي نثبت هذا. ممكن تخليوها غير بحال هكا فقط غير باش نغطيو هاد المكان هذا، غادي نزيد ليها هاد الغطاء. كنثبت هاد الغطاء هذا جيدا، لصقته باللصاق ديال الشمع صافي وكنغلقوه. وكتولي عندنا واحد العلبه اللي هي منظر ديالها مقبول، وفي نفس الوقت كتنظم لينا هذوك الاكياس كتشوفوا صافي. وقت ما بغينا شي كيس حنا كنجبدوه بكل سهوله وكيتجبد لينا الكيس الثاني، وهكذا حتى يعني كتخبو كنعاودو ثاني نفتحوها ونعاودو نوضعو فيها الاكياس ديالنا. كنتمنى هاد الفكره تكون نالت اعجابكم، ندوزو ان شاء الله لفكره اخرى. المقص الا بغيتو مثلا تاخذوا معكم في الحقيبه ديالكم او لا تحميوا الاطفال ديالكم انهم يجرحهم، ما عليكم الا كتاخذوا بالونه كتنفخوها بهذا الشكل هذا. كتجيبوا المقص وكتبداو كتدخلوه بشويه باش ما يتقبش لكم هذيك البالونه، وكت دخلوه بهذه الطريقه هذه. بهذه الطريقه هذه المقص ما يمكنش يجرحكم او لا يجرح الاطفال ديالكم، وكتكونوا حميتوهم. ما كتشوفوا الشكل ديالو، دخلناه في وسط من البالونه. الفكره اللي بغيت نشاركها معكم وهي سبوره، الى عندكم مكان شوفوا شوفوا الابداعات شوفوا الابداعات. الى عندكم هكذايا مكان في الدار ديالكم ففكرة زوينة، ديروا سبورة لوليداتكم يبقوا يعبروا فيها هكذايا ويكتبوا فيها، غير هي ديروها منخفضة شوية ما تكونش عالية باش يقدروا يوصلوها ويكتبوا فيها. بزاف الاخوات قالوا لي كتكذبي، راه الحيلة اللي وريتي ديال الديودورون راه ما كتحيدش الحبر من الحيط، راه كنتي كتمسحي في السبورة. زعما عجيب امره، راه اصعب حاجه هو تنعت شي واحد بشي صفه اللي ما متاكدش منها، راه البهتان راه حاجه اللي ماشي مزيانه. المهم ما عليناش، الفكره اللي بغيت نقول لكم هي ديال السبوره وديال الحبر. ها نتوما دابا هما هو راه كتب هنايا بستيلو وبدا كيمسحو. المهم راه مسح شويه شتو ما باش يتمسح ليه. المهم ها نتوما رشو بالديودور وكتمسحو. شفتو راه كيتنظف، خصني نكمل هادشي هذا. فهاد السبوره صراحه كتنفع، ما كتخليهمش يبداو يكتبوا لكم في الحيوطه ديال الدار، على الاقل كيوليو محدودين انهم كيكتبوا غير في السبوره وتحت السبوره كما كتشوفوا فما كتقطمش السبوره كيبداو يكتبوا لتحت، ولكن على الاقل ما كيبقاوش يكتبوا في الحيوط ديال الدار كلها. نتمنى تعجبكم هذه الفكره هذه. انكم في فصل الشتاء كتبغيو تلبسوا هكذا تريكوات ديال الصوف، ولكن كتلقاو فيهم بحال هاد
المنظر هذا اللي كيجعل انهم كيبانوا قدامين وماشي مزيانين، فغادي نستعملوا لهم صفرة الحلاقة. ثم كتشوفوا النتيجة، فهذاك الشعيرات كلهم هما تجمعوا لينا هنايا، كنزولوهم وكنحصلوا على نتيجة اللي رائعة جدا. شفتوا يعني كيرجع لينا التريكو ديالنا كأنه جديد.